وكاين بعض الولات يعني نقول لك ما نكذبش عليك كاين نعم. بعض الولات حاسب روحه هو رئيس حكومه نعم. رئيس الحكومه يستقبلنا والولي ما يستقبلناش نعم. هذه العقبات الموجوده على المستوى المحلي هذه يعني الامور التي تقف في وجه تطوير الاقتصاد الوطني. انا نظن كاين بعض الاشخاص تكسر في الجزائر انا ما نقولش من خارج باسكو هذه المره عده مرات احنا نقولوا خارج لان لما يكون يعني مسؤول جزائر عنده فيه دم تاع الشهداء ما نظنش يخلي الجزائر يعني يجي يستعملنا اشخاص اخرين لان الجزائر دوك مستعملين من بعض الاشخاص اللي حاكمين كل شيء وحدهم من المستحيلات الجزائر ما تنجمش تبنى هكذا لازم يعني يخلوا فرصه لكل الناس اللي حابين يستثمروا تروح الولات تروح عند والي غلق عليك الباب يقول لك ما استقبلكش ما يجاوبكش كتب نعطيك ما نعطيش الاسامي مي كاين بعض الولات اللي كتبنا لهم عده رسائل وبعثنا لهم ميم با يعني يقول لك ارواح ولا ما تجيش با دو ريبونس يعني ما كانش ما يجاوبكش ميم با لما تغلق انت والي هو يمثل رئيس رئيس الجمهوريه في الولايه هذيك وهو غراس وبيبل هذاك له تم الشعب اللي موجود في الولايه السيد هذا راهو يخلص انا نظن هو اول مسؤول في الولايه انا نظن اذا ولايه شفتوها خسرت يعني هو لازم يتحاسب عليها انا نظن من المسؤول ومن الضحيه يبقى هذا سؤال دائما الذي يطرح اهم رانا في 2016 انا نظن درك هاد الناس هادو يفتحوا الابواب يخليو الناس يخدموا يخليو الناس تستثمر انا نعاود نقولها ونعاود نقولها باللي الجزائر ماهيش لاشخاص الجزائر أكيد. فيها 40 مليون جزائري المستثمرين ما كانش 10 ما كانش 20 ما كانش 30 انا اقول اتقوا الله خليوا الجزائر وخليوا الجزائريين والجزائريات يخدموا كو انا نقول حتى ولو كان عنده عمال عامل واحد خليه يخدم ما تغلقش عليه الباب ما تحليش ما كانش غير جماعه اللي تخدم في الجزائر هذه